السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، في عنا هون ماكينة الحلاقة، كيفية فكها؟ يعني أول شي في هون برغيين عنا بنفكهم، هاي فكينا، هاي هاد بشكل سلس بتشيله بلاستيك هو طيلهم، وهاد كمان صاير كبس بس في هالاتجاه، بتفكه وبتدفش هون، هاي فك الماكينة. هاي أفضل طريقة وأسهل طريقة يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.